لجنة المعلمين تتمسك بمطالب زيادة الرواتب وتلوح بالتصعيد. اتحاد أصحاب العمل بجنوب دارفور يكشف عن مساعي لاستئناف تجارة الحدود مع دول الجوار. رئيس وكالة الطاقة الدولية يحذر من شح محتمل في إمدادات النفط والغاز. المشاهدون الأفاضل، أهلا وسهلا بكم عبر حلقة جديدة من الحدث الاقتصادي، متابعين عبر إذاعة قناة سودانية 24 عبر الموجة 93.6. نرحب بكم في هذه الحلقة ونستهل معكم الحدث الاقتصادي بأخبار اتحادية اقتصادية، ونقدم بعده طائفة من أخبار الاقتصاد الولائية، ونختم بحزمتين من الأخبار الإقليمية والعالمية. أهلا بكم. كشف عضو اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين السودانيين عمار يوسف عن عقد اجتماع مع وزير شؤون مجلس الوزراء بخصوص مذكرة مطالب المعلمين التي شملت زيادة المرتبات وتحسين البيئة التعليمية. قال عمار إن الحكومة أبلغتهم برفع مطالب المذكرة إلى وزارة المالية على مستوى المركز والولايات. ووصف عمار الخطوة بالتسويف ومحاولة كسب الوقت، وأشار إلى أن قضيتهم ليست مادية فقط، وإنما إنصاف للمعلم من حيث الهيكل الوظيفي ورفع قيمة المعاشات، مؤكدا أنهم ماضون في خطوات التصعيد بدءا من الترتيب للدخول في إضراب كإحدى وسائل تحقيق المطالب. قالت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية دكتورة نعمة عابد إن ثلث الأطفال بالسودان مصابون بالتقزم، وأشارت خلال ورشة بالخرطوم إلى أنه يوجد طفل واحد بين كل 7 أطفال يعانون من سوء التغذية، و50% يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد، فيما تعاني ثلث النساء من الأنيميا جراء نقص الحديد والمغذيات الأخرى. وتعهدت باستمرار منظمة الصحة العالمية في العمل مع وزارة الصحة والقطاعين العام والخاص لتحسين مؤشرات التغذية في لارتفاع هذه المعدلات. أقر وزير الصحة الاتحادية المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم بارتفاع نسبة سوء التغذية بالبلاد وسط الأطفال والأمهات، وأعلن التزام السودان بتقوية وتوسيع برامج التواصل من أجل تغيير السلوك الاجتماعي لتعزيز النظم الغذائية الصحية بالبلاد. قالت الأمينة العامة للأمانة الفنية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة دكتورة فاطمة الحسين إن ولايات دارفور البحر الأحمر هي الأكثر تضررا بأمراض سوء التغذية، وأكدت خلال الاحتفال بيوم الأغذية العالمي أن وزارتها استطاعت الحصول على مبلغ مقدر للمشاركة في تمويل برنامج الوجبة المدرسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والجهات الداعمة. وأشارت إلى أن البرنامج سيبدأ بولاية الخرطوم لمدارس الأساس، لافتة إلى أن سوء التغذية له مسببات بجانب الغذاء كالأمراض والبيئة. وقالت إن من أكثر الولايات تضررا دارفور والبحر الأحمر. شدد وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية دكتور محمد بشار محمد على أهمية الاستفادة من التجارب العربية لتحقيق الأمن الغذائي ووضع السياسات التنظيمية لتطوير آليات عمل أسواق السلع الغذائية. ودعا خلال ترأسه ورشة عمل حول تحديات ومتطلبات تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية إلى ضرورة استغلال الفرص الكامنة لتطوير الإنتاج الزراعي في الدول العربية. وأكد المشاركون في الورشة ضرورة تسليط الضوء على أوجه الهشاشة التي أدت إلى انعدام الأمن الغذائي وزيادة أسعار السلع والأسمدة والطاقة. تراجع سعر الدولار اليوم لدى الصرافات فيما ارتفع بالمصارف التجارية واستقر بالسوق الموازية، وسجل الدولار لدى البنك المركزي نحو 570 جنيها و73 قرشا متوسطا ترجيحيا في الصرافات، و578 جنيها و81 قرشا متوسطا ترجيحيا لدى المصارف التجارية، مقابل 571 جنيها و27 قرشا متوسطا ترجيحي بالصرافات، و577 جنيها و79 قرشا متوسطا
متوسطا ترجيحيا في المصارف والبنوك التجارية في ختام تداولات أمس، وحافظ سعر الدولار على مستواه لدى السوق الموازية عند مستوى 581 جنيها، وسجل سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي نحو 151 جنيها و58 قرشا في الصرافات و153 جنيها و73 قرشا في المصارف التجارية، بينما بلغ سعره لدى السوق الموازية نحو 152 جنيها، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي نحو 155 جنيها و35 قرشا في الصرافات و157 جنيها و55 قرشا في المصارف التجارية، فيما سجل لدى السوق الموازية نحو 158 جنيها. فاصل سنعود بعده لطائفة من أخبار الاقتصاد الولائية. أهلا بكم إلى طائفة من أخبار الاقتصاد الولائية. طلب اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية بولاية جنوب دارفور السلطات بضرورة الاهتمام بالبنى التحتية التي تساعد على النهوض بالعمل التجاري والاستثماري بجنوب دارفور. وأكد وفد رجال الأعمال خلال اجتماع مع عضو مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس في نيالة، أوضحوا أنهم على مستوى القطاع الخاص يعملون عبر التنسيق التام مع الجهات الرسمية، وأشاروا إلى أن الولاية مستقرة على المستوى التجاري ويسعون لفتح الحدود التجارية مع دول الجوار لتسويق السلع السودانية لتنعكس على الميزان التجاري، مطالبين بنك السودان بفتح تمويل لأصحاب الصناعات بجانب مطالبتهم البنك الزراعي بزيادة تمويل المزارعين. وأكد عضو مجلس السيادة حرصه على تسخير إمكانيات هذه الشريحة المهمة لتطوير وترقية العمل التجاري بالولاية وتوظيف خيرات وموارد جنوب دارفور. بحث والي ولاية النيل الأبيض الملك عمر الخليفة عبد الله مع وفد الشركة التركية الألمانية الهولندية الفرص المتاحة للاستثمار الزراعي والصناعي بالولاية، وناقش المشاركون فرص الاستثمار في مجالات الزراعة، الصناعة، الإسكان وتشييد الوحدات التجارية والمؤسسات الصحية والتعليمية بمواصفات عالمية في عدد من المحليات. وأكد وفد الشركة التركية الألمانية الهولندية استعداده للدخول في عدد من المشروعات الاستثمارية مع حكومة الولاية والاستفادة من ميزات ولاية النيل الأبيض النسبية ومواردها الطبيعية. وأكد والي النيل الأبيض جاهزية الولاية لتقديم التسهيلات كافة لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي والعمل بنظام النافذة الواحدة للارتقاء بالاستثمار وطرح المشروعات الجاهزة عبر البوابة الإلكترونية. إلى ولاية الشمالية، حيث دعا الوالي المكلف الباقر أحمد علي إلى ضرورة تضافر الجهود لإنجاح الموسم الشتوي وزراعة المساحات المستهدفة. وأشار خلال اجتماع اللجنة العليا للإعداد والتحضير للموسم الشتوي الحالي إلى أن حكومة الولاية ستواصل جهودها ودعمها وإسنادها لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، مشددا على ضرورة تجاوز المشاكل والتحديات التي واجهت الموسم الشتوي الماضي، على رأسها مشكلة شراء محصول القمح من المشاريع الزراعية والمزارعين. من جانبه، أكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية، أوضح أن الولاية تستهدف في الموسم الشتوي الحالي زراعة 482.99 فدانا، منها 155.844 فدانا لمحصول القمح، و 681.18 فدانا لمحصول الفول المصري، بجانب زراعة مساحات مقدرة من الأعلاف والتوابل والخضروات. كشف مدير الإدارة العامة للاستثمار بولاية الجزيرة الصادق محمد أحمد عن ترتيبات لطرح قطع استثمارية خلال الفترة المقبلة في المناطق الصناعية بالحصحيسة والباقير وشرقي مدني، بجانب تخصيص مواقع لورش شركات النقل حول الميناء البري بمدني. وأكد استمرار العمل في مراجعة المناطق الاستثمارية بالولاية لإعداد خارطة استثمارية متكاملة، وأعلن تشكيل لجنة قانونية وإدارية لمراجعة بعض المخالفات بمربع 2 بمدينة المناجل.
ناقش اجتماع اللجنة العليا لإعداد مقترحات مشروع الموازنة العامة بولاية القضارف للعام 2023 الموجهات والسمات العامة لمشروع الموازنة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وشددت السمات العامة على أهمية ترشيد الصرف والإنفاق العام وتطوير المواعين الإيرادية وفقا للقوانين، بجانب الإيفاء بالتزامات تعويضات العاملين وفق الهياكل المجازة والهيكل الراتبي الجديد للعام 2020. فاصل سنعود بعده إلى طائفة من أخبار الاقتصاد الإقليمية والعالمية. أهلا بكم إلى هذه الجولة في أخبار الاقتصاد الإقليمية والعالمية. توقع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن تزيد أزمة الطاقة في أوروبا من وتيرة التحولات في قطاع النفط والغاز سيما في مجال الهيدروجين. وأشار خلال كلمته اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض إلى وجود تحول على مستوى التجارة وسلاسل الإمداد في ظل تأثير العولمة عليها، مؤكدا أن المملكة أصبحت المكان الرئيس الذي يوفر حلولا لمشاكل سلاسل التوريد العالمية. أظهرت بيانات حكومية زيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أغسطس من العام 2022 بنسبة 16.6% لتسجل 26.8 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة صادرات النفط في أغسطس 60.2% على أساس سنوي. وفقا للبيانات زادت واردات المملكة التجارية بنسبة 20% على أساس سنوي لتسجل في أغسطس 61 مليار ريال. وقفز إجمالي الصادرات السعودية خلال أغسطس بنسبة 49.1% على أساس سنوي لتصل إلى 133 مليار و700 مليون ريال مقابل 89 مليار و700 مليون ريال في أغسطس من العام 2021 بدعم نمو الصادرات البترولية. وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 79.9% في أغسطس الماضي مقارنة ب 47.4% في أغسطس من العام 2021. قال رئيس الوزراء المصري أنه سيتم إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين في العمليات الاستيرادية بالتعاون مع البنك المركزي، بحيث يتم رفع القيود التي اشتكى منها رجال الصناعة هذا الشهر. وأكد اهتمام حكومته بخفض كلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص عبر عدد من الآليات أبرزها توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا يلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع إليه. أرجى مجلس الأمة الكويتي اليوم التصويت على ميزانية الدولة للسنة المالية 2023-2022 التي بدأت في أول أبريل بعد أن طلبت الحكومة سحب تقارير لجنة الميزانيات البرلمانية لمزيد من الدراسة وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار. وكانت الحكومة السابقة عدت الميزانية والتي كان من المفترض أن يقرها البرلمان السابق في الصيف الماضي، إلا أن ذلك لم يتم بسبب حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. وفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الميزانية خضعت لتعديلات في ضوء ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، حيث تم تقدير الإيرادات بمبلغ 23.399 مليار دينار تشكل الإيرادات النفطية 91% منها، في حين تبلغ المصروفات 23.066 مليار دينار مع فائض متوقع يبلغ 333 مليون دينار.
قالت السلطات الإيرانية إنها أبرمت عقدا مع روسيا لتزويدها بأربعين توربينا بهدف مساعدتها في مجال صناعة الغاز في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية شانا عن الرئيس التنفيذي للشركة الإيرانية لتطوير وهندسة الغاز رضا مشهدي قوله: حاليا 85% من المنشآت والمعدات التي تحتاجها صناعة الغاز تتم صناعتها داخل البلاد. بالاستناد إلى هذه القدرات تم توقيع عقد مؤخرا لتصدير 40 توربينا مصنوع في إيران إلى روسيا. عالميا، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ستشهد شحا أكثر من المعروض العام المقبل مع زيادة واردات أوروبا ومع احتمال انتعاش الطلب الصيني. وأضاف في مؤتمر خلال أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة إن 20 مليار متر مكعب فقط من طاقة الغاز الطبيعي المسال الجديدة ستطرح في السوق العام المقبل، وأن العالم في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية. قال الرئيس التنفيذي لشركة إنجيل الفرنسية إن الوضع في الشتاء القادم سيكون مريحا فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وقالت خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض إن الوضع هذا الشتاء سيكون مريحا للغاية فعليا فيما يتعلق بالغاز، وأشارت إلى أن تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر عملت عليه الشركة بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية في أجندة الحكومة، وأكد خلال أول كلمة له أنه لن يترك للأجيال القادمة ديونا وأنه سيعمل على توحيد البلاد. وفيما يتعلق بالوضع الحالي في بريطانيا قال سوناك إنه سيتم اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة في الفترة المقبلة، ويتعين على سوناك دعم اقتصاد ينزلق نحو الركود بينما يحاول أيضا توحيد حزب محبط ومنقسم على نفسه. في السياق، ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء مدعوما بتحسين شهية المخاطر في وقت يستعد ريشي سوناك لتولي منصب رئيس الوزراء في بريطانيا. واتجه الجنيه الاسترليني لتسجيل أعلى مستوى له هذا الشهر، وارتفع 3.3% إلى نحو $1.14، إلا أن خبراء العملات يتوقعون أن يظل الجنيه الذي هبط بأكثر من 16% مقابل الدولار هذا العام تحت ضغط بحسب رويترز. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أخرى رئيسة 0.3%، واستقر الين عند نحو 149 مقابل الدولار بعد تدخل يعتقد أن بنك اليابان قام به يومي الجمعة والاثنين. رجح الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس أن يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة لما يتجاوز مستويات 4.5% إلى 4.75%، حال لم يلمس تطورات حقيقية تتعلق بمستويات التضخم. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد اتجاها يميل إلى التشديد النقدي بشكل كبير في المرحلة القادمة. وأضاف على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية أنه يتفق مع الرأي الذي يرجح حدوث ركود في الولايات المتحدة، قائلا إن البلاد تسير نحوه كما من المتوقع أن تشهد أوروبا ركودا بالفعل. قالت شركة ميتا اليوم إنها أصلحت العطل العالمي الذي عرقل إرسال وتلقي الرسائل عبر تطبيق واتساب للمراسلة الفورية. وقال الناطق باسم ميتا لوكالة فرانس بريس إنهم يدركون أن الناس واجهوا مشكلات في إرسال الرسائل عبر واتساب اليوم، لكنه أكد أن الشركة حلت المشكلة وقدم اعتذاره عن أي إزعاج. واشتكى مستخدمون
تعرضوا لمشاكل في الخدمة صباح اليوم. وقال المستخدمون إن خدمات واتساب المملوكة لشركة ميتا عانت من اضطراب جزئي. وأفادت التقارير بأن المستخدمين غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل على منصة المراسلة. ختام الحدث الاقتصادي تذكير بأهم وأبرز العناوين. لجنة المعلمين تتمسك بمطالب زيادة الرواتب وتلوح بالتصعيد. اتحاد أصحاب العمل بجنوب دارفور يكشف عن مساعي لاستئناف تجارة الحدود مع دول الجوار. رئيس وكالة الطاقة الدولية يحذر من شح محتمل في إمدادات النفط والغاز. نهاية الحدث الاقتصادي، أعود ألقاكم على رأس الساعة القادمة في حلقة جديدة من دائرة الحدث. إلى اللقاء.